موجز لآخر وأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه أمينة عوض. أهلا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء رئيس أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي، حيث جرى استعراض جهود الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالإضافة إلى الحفاظ على هوية المدينة المقدسة بوصفها رمزاً للسلام. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه في قصر الحسينية رئيس وأعضاء كتلة المستقبل النيابية أهمية تفعيل دور الشباب في بناء المستقبل وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية. زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في المنامة قيادة الحرس الملكي البحريني، كما شارك سموه في تطبيق تمرين لمكافحة الإرهاب. ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز إجراءات التعيين على الوظائف القيادية والعليا في المؤسسات والدوائر الحكومية، كما عمم رئيس الوزراء على جميع المسؤولين واللجان والموظفين ضرورة الالتزام بالتشريعات. أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ونظيره العراقي محمد الحلبوسي خلال مباحثات على أهمية تعزيز التواصل البرلماني بين البلدين وتنسيق المواقف المشتركة خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين ونصرة للقضايا العربية والإسلامية. أجلت محكمة أمن الدولة النطق بالحكم على متهمين بقضية أحداث الكرك الإرهابية، وذلك ليوم الأحد المقبل. تعلن وزارة التعليم العالي في تمام الساعة 11 من صباح غد النتائج النهائية للبعثات والمنح والقروض، وذلك من خلال موقع مديرية البعثات. تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف اقتصادية مع صعود الدولار عالمياً. استشهد أسير فلسطيني من مخيم الشاطئ غرب غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية، حيث لم يقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الأسر. وصولاً إلى الحالة الجوية المتوقعة، وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى المملكة غداً تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً مع سقوط الأمطار في العديد من المناطق، وتكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني الدستور.com. نهاية الموجز، في أمان الله.